قال السبكي في الطبقات قال البخاري كتبت عن 1080 نفسا. وروى عنه خط كثير منهم الامام مسلم بن الحجاج وابو عيسى التبتي. وامتحن رحمه الله في اخر حياته وتوفي عقب المحنه ليله عيد الفطر من عام 56 و200 للهجره. ولقد تنازعت المذاهب الفقهيه الاربعه والظاهر انه مجتهد. قال رضي الله عنه عن البخاري في ليلة 27 من شهر رمضان سنة محمودة بنت أبا عليا أهل المغرب أميرا ومأمورا تعظيما لقدر حديث مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعناية منهم بهذا الكتاب ومصنفه رضي الله عنه إيماء التفاء لاختتام شهر رمضان شهر الصيام بما يجب لله في اكتمال عدته من تسبيح وتعظيم وتحميد وتمجيد باللسان والجنان شكرا لله تعالى على وافر النعم الغزار ومنح الرحمات. يا رب العالمين
توكلك يا رب العالمين. اللهم اشفعنا من الابرار، اللهم اجعل البركه في سدود الاخيار المرابطين والمجاهدين لما صحوا حكومات الامن في بلاد المغربيه المباركه داخل الحدود وخارج الحدود. اللهم بارك فيهم وستر رضاهم وانصرهم وايدهم منك وكرمك يا رب العالمين. اللهم يا رب وانصر هذا البلد الامين بحمله كتاب الله. اللهم ايدهم لحفظ الله واحفظهم لحفظ كتاب الله. اجعل هذا البلد الامين مصونا بعزه جلال الله. اللهم اجعل بلادنا بلاد الدين وراحه المحتاج والمسكين. اللهم اجعل بكاف وبصاد وبنون الفحشاء من ورائها يكون. اللهم اغفر لنا ولمن الحق علينا ولجميع المسلمين. اللهم يا ربنا تقبل منا الصلاه والصيام والنيام واشكرنا في سوره الخير الانام. العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.